رجلا كأننا نعرفه منذ عدة سنوات، وهذه طباع المصريين في الكرم واحترام الضيف. ثم تفضل فخامة الرئيس بالإعلان بأن جمهورية مصر العربية تؤيد الشعب الليبي وتقف معه، وخاصة في بناء مؤسساته من القوات المسلحة وأجهزة الأمن. كما تفضل بأن مصر تحت تصرف ليبيا في كل ما يطلبه الشعب الليبي في كل المجالات. ثم أيد الشرعية الليبية وهو مجلس النواب المنتخب عن طريق صناديق الائتلاف. ونحن نقدر أيضا موقف الحكومة وخاصة وزارة الخارجية المصرية بما تبذله من جهد عظيم في لدعمنا في الموقف الدولي، وأيضا ما تبذله القوات المسلحة المصرية لحماية الحدود وما التسلل إلى ليبيا وتهريب السلاح إليها والمخدرات. فكل الشكر والتقدير لمصر رئيسا وشعبا وحكومة، وشكرا لكم جميعا. معالي وزير الخارجية. شكرا جزيلا معالي الوزير. أود بداية أن أضم صوتي لما تفضل به رئيس مجلس النواب الليبي. نقدم الشكر الجزيل وكامل الامتنان لجمهورية مصر العربية رئاسة وحكومة وشعبا على حفاوة الترحيب وكرم الضيافة. ونحن عندما جئنا لمصر جئنا لمصر التي تقود، وجاءنا لمصر التي الآن تتبوأ منصبا رفيعا ذي وزن سياسي قوي، ليس فقط على المستوى الثنائي في إطار العلاقات الليبية التاريخية والاستراتيجية المصرية، ولكن أيضا في إطار البعد الإقليمي والبعد الدولي. ونحن سعداء جدا لأننا شرفنا بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. وكما تفضل رئيس النواب مجلس النواب الليبي أننا فعلا عودنا فخامة الرئيس على الأداء الرفيع والمميز وفهمه للبعد الأمني والعلاقات الأمنية الليبية، حيث أن ليبيا تعتبر عمقا استراتيجيا لمصر، وأن مصر هي عمقا استراتيجيا لليبيا، ونعتبر أن احنا في ليبيا احنا في مصر ومصر هي ليبيا. نحن سعداء جدا بالرسالة السياسية القوية التي أرسلها فخامة الرئيس بأن ما يمس مصر وما يمس ليبيا هو شيء واحد، وأن الأمن في ليبيا هو أمن مصر، وأن أمن مصر هو ليبيا. وبالتالي عندما أرسل رسالة سياسية قوية بأن يفتح باب التدريب المتخصص فيما يتعلق بتدريب الجيش الليبي، فيما يتعلق ببناء الشخصية العسكرية الليبية بثقافة وبطريقة ومنهجية تعكس خصوصية الليبية وتعكس أيضا خصوصية مصر والخصوصية العربية ككل. أيضا تفضل فخامة الرئيس بأن يؤكد لنا بأن أيضا الباب مفتوح لبناء الشرطة، ولدينا كلية الشرطة في مصر العربية، وهي كلية مميزة ليس فقط على المستوى الوطني، ولكنها أيضا كلية مميزة على المستوى الإقليمي والدولي، وتقدم التدريب المتخصص الذي يبني شخصية الشرطي بطريقة مهنية وحضارية متقدمة. فنحن سعداء جدا أن تتاح الفرصة للجيش الليبي والشرطة الليبية والأجهزة التابعة على أن تكون فعلا تستفيد استفادة كاملة من هذه الفرصة. أود أيضا أن أهنئ أخي معالي وزير الخارجية المصري سامح به، لأننا في الواقع الأداء المميز والرفيع في قيادته لاجتماع الأمس الذي جمع دول الجوار، وأقيم وأثمن عاليا المبادرة المصرية التي فعلا إن دلت على شيء فإنها تدل على الالتزام السياسي لجمهورية مصر العربية، ليس فقط فيما يتعلق بالبعد الأمني في ليبيا، ولكن أيضا أهمية استباب الأمن والاستقرار في ليبيا وفي دول الجوار. فتحية لمصر وتحية لشعب مصر على هذا الأداء وهذا الشعور الأخوي الصادق كدولة شقيقة لشقيقة. ونحن نتطلع فعلا عندما تستب الأمور في ليبيا أن يكون هناك اقتصاد واعد في ليبيا، وتساهم فيه جمهورية مصر العربية بكافة مؤسساتها بكافة مهنياتها، بحيث أن يكون فعلا
نصيب جمهورية مصر العربية في العلاقة في إطار العلاقات الاقتصادية الليبية المصرية أن يكون هناك مساهمة كبيرة، ونتطلع فعلا بكل صدق إلى ذلك. الأمور الآن صعبة جدا في هذه المرحلة، البعد الأمني حقيقة هو صعب شوية، ولكن هناك في نهاية النفق هناك إضاءة كبيرة لبلدينا الشقيقين. شكرا جزيلا. أشكرك معالي الوزير. سيادة اللواء رئيس الأركان. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أشكر جمهورية مصر العربية متمثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأخ السيد وزير الخارجية في حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهذا ما أبداه لنا سيادة الرئيس من دعم كامل للقوات المسلحة الليبية من التدريب الدعم إلا محدود، ونشكركم على ذلك. محمد مصطفى سكرة أنباء الشرق الأوسط. الحمد لله على السلامة. ويعني أيام ليبيا في مصر دلوقتي يعني كل يوم في حد بيعبر عن الدعم المصري لليبيا. سؤالي بداية من السيد رئيس البرلمان الليبي، كيف ترون الدعم المصري للشعب الليبي في الحاضر وفي المستقبل بدون وحساب اليوم مع القيادة السياسية المصرية ومع وزير الخارجية؟ ولو زال السيد رئيس الأركان يعني تلفيق شراط لدعم مصري لاحتيالات الجيش الليبي، هل تلقيتم وعودا بهذا الشأن خلال لقائكم بالسيد الرئيس؟ السيد سامح شكري، يبدو ان هناك إرادة سياسية قد تكون قراءتنا يعني في هذا الإطار، إرادة سياسية مصرية واضحة لعدم التخلي عن الشعب الليبي في هذه المرحلة. هل هي رسالة سياسية فقط للشعب الليبي أم للمجتمع الدولي بأن مصر لا يمكن أن تتخلى عن ليبيا وهي تواجه هذه التحديات؟ بالنسبة للدعم الحكومة المصرية لنا واضح ومستمر، وهو بداية الدعم هو حماية وتأمين الحدود الليبية المصرية ومنع المتسللين من المتطرفين إلى ليبيا وتجار السلاح والمخدرات. والدعم في المستقبل ما توقعه هو الأعمال الليبية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وكذلك الشركات المصرية. الشركات المصرية لازم أن تساهم في بناء ليبيا من جديد. فنحن نتطلع إلى علاقات أكثر في المستقبل، والاستقرار هو اللي يؤدي إلى الاستثمار وحصد الأداء، ونحن نرحب بالشركات المصرية وأصحاب الأعمال وبكل العاملين الذين يستطيعون أن يساهموا في بناء ليبيا الجديدة بإذن الله تعالى. نعم، وعدنا بإمدادات في كافة المجالات في صنوف القوات المسلحة من تدريب ومن استشارات فنية. بالتأكيد مصر لم تتخلى ولن تتخلى أبدا عن الشعب الليبي. العلاقة الحميمة التي تربط الشعبين علاقات طويلة وتاريخية وتمتد نحو المصاهرة والامتزاج، وبالتالي هناك مصلحة مشتركة ومستقبل مشترك. ودعم مصر دائما للشرعية، الشرعية ممثلة في مجلس النواب، والحكومة الجديدة التي سوف تشكل هي العنوان الرئيسي للدعم المصري لإرادة الشعب الليبي، ونتطلع أن يستمر هذا الدعم وتستمر هذه العلاقة الوثيقة في شتى المجالات خلال المرحلة القادمة، وهي مرحلة طبعا صعبة تتطلب تضافر جهود البلدين لتجاوز التحديات، ومصر سوف تقف دائما بجوار الأشقاء في ليبيا لتحقيق أهدافهم. لو سمحت لي حابب أن أضيف نقطة. الشراكة التضامنية والحس التضامني بين الشعب الليبي والشعب المصري، وأنا أود أن أعطيك مثال أستاذ مصطفى. منذ 3 أسابيع تقدمنا برسالة وبطلب رسمي للمسؤولين في جمهورية مصر العربية لتسهيل بعض التأشيرات، وخاصة بالنسبة للجرحى الليبيين نتيجة الاقتتال. كان رد القوات المصرية ليس فقط تسهيل التأشيرات لهؤلاء الجرحى، ولكن أيضا تحمل تكاليف علاجهم في المستشفيات العسكرية المصرية. هذا في الواقع يعتبر مثل يعني له قيمة كبيرة جدا في إطار تضامن الشعب المصري مع الشعب الليبي.
سؤالي للسيد وزير الخارجيه ليبيا، هناك دول اقليميه تشجع الصراع السلاح في ليبيا وايضا تدعم المؤتمر الوطني المنتهي الولايات، وكيف يمكن اقناع تلك القوى بالعمليه السياسيه؟ ايضا سؤال رئيس الاركان الليبي، ما المطلوب اقليميا ودوليا بجمع السلاح من الميليشيات وايضا دعم بناء قدرات الجيش الليبي الوطني؟ فيما يتعلق بالجزئية الأولى، وأنا أشكرك على هذا السؤال الهام جدا، لأن نحن نعيش الآن في إطار ما يسمى بقانون الإشاعة، فالإشاعة أحيانا تبدأ حقيقة 0% عندما تصل لمنطقة معينة تصبح 100%. نحن كحكومة ليبية وكمجلس النواب المنتخب شرعيا وبمنتهى النزاهة لدينا الثقة الكاملة في الانتقال من مرحلة الثورة لبناء دولة المؤسسات والقانون بكل ثقة، وبالتالي لدينا رؤية لا يهمنا ما تقوم به بعض الدول الأخرى من تدخل في الشأن الليبي. وأنا أود الآن أن أفرق ما بين التدخل في الشأن الليبي والانخراط في الشأن الليبي. نحن بنينا شراكات تضامنية على مستوى الثنائي وعلى مستوى الإقليمي وعلى مستوى الدولي، التي في الواقع ستسهل هذا الانتقال من مرحلة الثورة لبناء الدولة. فكل ما يجري من طرف بعض الأطراف هذا لا يهمنا، وأنا متأكد في المدى البعيد عندما تكون هناك رؤية في ليبيا وقيادة في ليبيا وتصميم والتزام سياسي في المسار الديمقراطي، مهما كانت التدخلات والانخراطات التي لا تأتي في هذا المطار، هذا في اعتقادي الشخصي لا يهمنا كثيرا. شكرا. فيما يخص جمع السلاح، نحن الآن قادمون على إنشاء جيش قوي بإذن الله بالتعاون مع شقيق مصر، ولما تكتمل قوتنا العسكرية سوف نجمع سلاحنا ولا يهمنا من يتدخل في شأننا. إذا حضرتك سؤال سيادة الوزير سامي شكري، هناك أنباء كل يوم تظهر أحيانا في بعض الصحف وهي تسريبات عن دور مصري عسكري أو تدخل مصري عسكري في ليبيا بشكل أو بآخر، ما هو الرد على هذا خاصة أنه الأنباء بتستمر، مصر بتنفي ثم تعود الأنباء مرة أخرى للأسف، ما هي الهدف أو ما هو الهدف وراء ذلك؟ دي نقطة. النقطة الثانية لو تأذني بالنسبة لسؤال الرئيس الأركان، بتتصور حضرتك أنه بالمساعدة المصرية كيف يمكن بناء جيش ليبي إلى حد ما يستطيع ضبط الأمور في ليبيا في وقت زمني قصير؟ هل هذا ممكن وما هو الوقت الزمني المطلوب؟ شكرا. مثل ما تفضل معالي وزير خارجية ليبيا، إشاعات تطلق ويحاول الترويج لها لدرجة أن تصبح حقيقة، ورغم النفي المتكرر وانتهز الفرصة للنفي مرة أخرى أن مصر ليست متورطة في أي عمل عسكري أو لها أي تواجد عسكري على الأراضي الليبية. نحن نحترم الإرادة الشعبية الليبية ممثلة في مجلس النواب وما يتخذه من قرارات، وندعم الشرعية الليبية، ندعم القوات المسلحة الليبية من خلال ما تحتاج إليه من مهمات، ما يكون قد تم التوافق حول أساليب التدريب وفرصه، ولكن ليس لنا اتصال مباشر بأي من الأعمال العسكرية التي تدور على الأراضي الليبية. نحن عندنا مؤسسة عسكرية وموجودة على الأرض، وما ينقصنا إلا الدعم القليل وعدنا به من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن قادرين على بناء جيشنا، وموجود جيشنا أصلا، يعني ما بنكون جيش جديد، نحن جيشنا موجود، ما ناقص إلا بعض الإمكانيات، ووعدنا بذلك من سيادة الرئيس. سيادة الوزير عبد اللطيف وابا بلومبرج، هو بالتأكيد برضو على النقطة الأخيرة، ردكم إيه على ما صدر من تصريحات أمريكية فيما يتعلق بأن هناك تمرد يعني عمل عسكري بالتعاون بين مصر والإمارات في ليبيا، وأن مصر لم تخطر الولايات المتحدة رغم هذا التنسيق؟ لم أطلع على أي تصريح أمريكي رسمي في هذا الشأن، ربما هناك بعض الإشاعات التي تتردد في وسائل الإعلام، وليس كل ما يأتي مع احترامنا الشديد لوسائل الإعلام بها يتحلى بالمصداقية والدقة في التناول. فردي هو مازال كما قلت من قبل،
نحن لنا اتصال مباشر مع الجهاز الشرعية في ليبيا من ضمنها قوات المسلحة ممثلة في السيد رئيس الأركان الذي تم اختياره وتعيينه من قبل مجلس النواب، وقد أتيحت الفرصة خلال زيارته إلى القاهرة لإحاطة بما تحتاجه القوات المسلحة، وكان هناك تجاوب كبير من قبل جمهورية مصر العربية تأكيدا على الثقة والروابط الوثيقة بين البلدين والتقدير للاحتياجات الحالة للجيش الليبي للتصدي للتحديات التي تواجهه ولتحقيق الاستقرار في أسرع وقت ممكن. سؤالي لرئيس البرلمان الليبي او المجلس الوطني الليبي، هناك يعني محاولات من بعض الاطراف داخل ليبيا لعوده المجلس الوطني المنتهي ولايته، مما يعني يثير بعض المخاوف من حدوث تقسيم في ليبيا، يعني كيف يعني ممكن التصدي لمثل هذه المحاولات؟ اسمح لي بان الدستور الليبي ينص على ان مقر مجلس النواب مدينه بنغازي، ويجوز لمجلس النواب أن ينعقد في أي مكان يرى. ثم تنص المادة الثانية من الإعلان الدستوري على أن يتولى رئيس المؤتمر الوطني العام دعوة مجلس النواب للانعقاد. وفعلا تم الإعلان عن انعقاد مجلس النواب، وليس لرئيس المؤتمر الوطني أن يحدد مكان انعقاد مجلس النواب، ومجلس النواب هو سيد نفسه. وبالرغم من هذا فإن رئيس المؤتمر الوطني العام أصدر قرارا بتفويض رئيس الديوان لتحديد مكان انعقاد مجلس النواب في مدينة طبرق، فقام رئيس الديوان بإصدار هذا البيان بأن مجلس النواب سينعقد في مدينة طبرق. وكما تسمعون من إشاعات ودعاوى أن الإجراء مخالف للدستور وأن غير شرعية، الإجراء اللي تم بعد انتخاب مجلس النواب مطابق للإعلان الدستوري والتسريعات النافذة في ليبيا. أما ليبيا لا خوف عليها من التقسيم، ليبيا وحدة واحدة لا يمكن تقسيمها، وإرادة الشعب الليبي أقوى من أي تشكيلات قادمة من الخارج لتفتيت وحدة التراب الليبي، وبعون السلطات المصرية والشعب المصري بإذن الله في القريب الآمن ستكون ليبيا آمنة هادية مستقرة. سعادة رئيس البرلمان، سعادة رئيس الأركان، السيد الوزير، بالأمس أعلن من جانب المؤتمر الوطني عن تكليف شخصية جديدة لتشكيل حكومة، واليوم أعلن ما يسمى في زعيم وزير القبائل أنه ممثل الشعب الوحيد لليبيا. كيف يتم تجاوز هذه التنازع على السلطات؟ السيد الوزير كان لك لقاء ثلاثي في مطار جدة مع وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية قطر، وبرغم هذا الإعلام القطري يصر اليوم على تبني ما سأل به الزملاء أن مصر مرات مطار القضايا في توجيع عمليات عسكريه في الليبيا. هل الاجتماع الثلاثي تطرق لخلاف مصر القطر، وهل لم ينجح في احتواء او لجم هذه الاستراتيجيه تجاه مصر؟ شكرا. هذا القول هو انقلاب على الشعبيه في ليبيا. مجلس النواب كما ذكرت هو السلطه المنتخبه من الشعب الليبي، وهو الذي يملك السلطه التشريعيه في ليبيا، وما يقوم به بعض الاعضاء من المؤتمر الوطني ورئيس المؤتمر الوطني ما هو الا تنفيذ لاجندات خارجيه وبامر دول خارجيه تقصد التفتيت وتقسيم ليبيا، وهذا امر مستحيل. فيما يتعلق بالاجتماع الذي عقد في جده، فهو كان اجتماع خماسي في الحقيقه، ضم دول النواه في مجموعة أصدقاء سوريا، وكان الهدف من هذا الاجتماع هو تناول الشأن السوري، وقد تم بكثير من التدقيق في إطار الجمود الذي يكتنف المشهد في سوريا حاليا، والاهتمام العربي بالتطورات واتصالا بنمو الإرهاب وانتشاره من سوريا إلى العراق والأسلوب الأمثل لمواجهة هذه المخاطر، وأيضا الحديث فيما يتعلق بالإطار السياسي المناسب الذي قد يخرج سوريا من المنزلق التي هي به. وأما فيما يتعلق بما ينشر في وسائل الإعلام كما تحدثنا، فنأمل ونناشد كافة وسائل الإعلام بأن تتوخى الدقة والحرص فيما
تطلقه من أخبار، وقد نفينا هذه الأخبار بشكل قاطع، ويجب أن يؤخذ ذلك بمحمل مناسب لأننا نتحدث فيما نعلم به، وهذا هو المرجع في نهاية الأمر. الاجتماع كله كان في المطار، الاجتماع الخماسي كان في مطار جدة، وكان فيه اجتماعات عديدة، اجتماعات ثنائية عديدة خلال هذا اللقاء، كلها كانت في إطار التبادل فيما بين الوزراء الخمسة اتصالا بالموضوعات في سوريا. لو سمحت لي حاب أن نضيف شيء لما تفضل به رئيس مجلس النواب فيما يتعلق بسؤالك سيدي الفاضل، فيما يتعلق بجلسة المؤتمر الوطني العام. أولا فيما يتعلق بالشأن الليبي الداخلي، هذه مشكلة احنا نحلها بيننا كليبيين، ولكن ما يهم الآن، وهذه رسالة قوية للشارع الليبي والمواطن الليبي والمواطن الليبية والمثقف الليبي والنخب السياسية الليبية في ليبيا بما فيهم الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، شيوخ القبائل، الحكماء. هناك ما يسمى بالشرعية. الآن عندما تمت الانتخابات في ليبيا لمجلس نواب جديد، كانت إرادة شعبية لهذه الانتخابات، وعندما الآن ستشكل الحكومة بتفويض من المجلس، ستشكل الحكومة خلال أسبوع. الآن عندما نتحدث عن الشرعية، لو أنت اطلعت على بيان الاتحاد الأوروبي بالأمس بالنيابة على كل الدول الاتحاد الأوروبي اللي هو اعترف بشرعية المجلس، الاتحاد الأفريقي أيضا طلع بيان واعترف بشرعية المجلس. الآن كل المنظمات الدولية الآن بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة، فإن الآن عندك تعبير دولي وإقليمي فيما يتعلق بالشرعية، وبالتالي ما يجري الآن فيما يتعلق بممارسات المؤتمر الوطني العام، هذه ممارسات في اعتقادنا الشخصي لا تهم، بحكم أن نحن نعتمد اعتماد كلي على شرعية المواطن الليبي اللي انتخب المجلس النواب والشرعية الإقليمية والدولية. شكرا. آخر سؤالين، الأستاذ عبد الله بي بي سي. معالي وزير الخارجية الليبي، يعني بالنسبة للأمس تم الاتفاق خلال المجتمع الدولي الليبي على المبادرة لنزع السلاح، وأيضا يعني حوار وطني شامل. هذا بالنسبة للفصائل التي قابلت بنزع السلاح. بالنسبة للفصائل والميليشيات الرافضة لإلقاء سلاحها، كيف سوف يتم التعامل معها؟ سيد فيصل كان، يعني هل الجيش الليبي والقوات الأمنية الليبية حاليا لديها القدرة في التعامل مع هذه الميليشيات المسلحة؟ أعتقد طرح علي سؤال بالأمس عدة مرات فيما يتعلق بعملية نزع السلاح. عملية نزع السلاح في ليبيا لا شك أن هي عملية معقدة، لديها البعد السياسي، بمعنى لابد وأن يكون هناك توافق سياسي بين كافة المجموعات المسلحة، وخاصة الثوار والقادة المدنيين الحقيقيين الذين ساهموا في تحرير البلاد من النظام القمعي وساهموا في ثورة 17 فبراير. عندما يتم التوافق السياسي بين هذه المجموعات وكيفية إدماج الثوار والقادة المدنيين في التنمية وفي الجيش الليبي وفي الشرطة، نأتي للبعد الثاني لعملية نزع السلاح، وهو ما يسمى بالبعد التقني، بمعنى أننا نحن الآن محتاجين نتعامل مع البعد السياسي الأول ثم نتعامل مع البعد التقني. البعد التقني الحقيقة في الواقع ليبيا محتاجة لخبرات إقليمية ودولية، بحكم أن هذه العملية تحتاج لخبرات تراكمية، ومنظمة الأمم المتحدة بصفة خاصة لديها خبرة طويلة فيما يتعلق بمهام السلام وكيفية حفظ السلاح أو التخلص من بعض السلاح أو تخزينه، هذه عملية فنية. فنحن الآن اللي يهمنا بالدرجة الأولى هو تحقيق الوفاق السياسي بين هذه المجموعات. أولا لابد نمشي بخطين متوازيين. احنا كحكومة وكمجلس النواب نؤمن إيمان كلي بزرع ثقافة الحوار وتأسيس ثقافة الحوار، وقبل اللجوء إلى أي عمل قمعي لابد وأن نمشي في الحوار. إذا لم يحقق الحوار النتيجة المطلوبة أو الهدف المنشود، يمكن بعدين التفكير في أي مسائل أخرى، لكن لا يمكن لنا أن نسبق الأحداث في هذه المرحلة. شكرا على السؤال. بالنسبة ما يخص قوات مسلحة، يجب التفريق بين شيئين. هناك ثوار حقيقيين نحن نحترمهم وجلهم وكانوا معنا في الجبهات، وفيه ناس ظلميين تكفيريين
اللي يقاتل فيهم الجيش الآن على الأرض هذول بإذن الله بعد نقضي عليهم سوف نتفق نحن والأخوة الثوار الحقيقيين هنعمل طريقة بالاتفاق بين الليبيين لجمع السلاح. آخر سؤال. مصر دائما بتعمل على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وكل الدول اللي جواها، وهذا جعل التدين خير مساعدة على ذلك واحترام الإرادة الشعبية من خلال مجلس النواب أمين. هو سؤال يعتبر مكرر ولكن تأكيد من حضرتك مرة ثانية على كل ما بيحاول التشكيك في الدور المصري أو استخدام السلاح أو توجيه ضربات عسكرية للأراضي الليبية. مصر تعمل دائما على وحدة وسلامة الشعب الليبي والأراضي الليبية. تأكيدات الخارجية المصرية خلال الفترة القادمة، وهل ستعمل وزارة الخارجية على هذا الإطار أو على أراضي هذا الموضوع أم أنها ستكتفي بالتعاون مع الممثلين الحقيقيين للشعب الليبي؟ بالتأكيد نؤكد ونجدد التأكيد بأن مصر تعمل على تحقيق مصلحة الشعب الليبي بكل طوائفه، وتعمل على دعم الشرعية الليبية وما تمثله إرادة الشعب الليبي في اختيار من يمثله والذي تجلى في مجلس النواب الذي انعقد مؤخرا وما يتخذه من قرارات. فمصر دائما تعمل على الاستقرار ووحدة الأراضي الليبية وتسعى لتحقيق ذلك كما تمثل بالأمس من خلال إطار سياسي تسعى لتدعيمه من خلال فعاليات دول الجوار، من خلال الاتصالات مع شركاء الإقليميين والدوليين، وهو هذا هو النهج الأمثل الذي نستمر ونؤكد عليه، وسوف دائما نكون دعم للأشقاء في ليبيا لتحقيق المصلحة الليبية، وأن تظل ليبيا دولة محتضنة في محيطها العربي والإقليمي الأفريقي والدولي، ويكون لها مكانتها ضمن شعوب العالم وتكون بجانب مصر ومصر بجانب ليبيا كما تفضل معالي الوزير، يشكلون وحدة واحدة من المصلحة الواحدة والمستقبل الواحد. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. تفضل.